يوم ما استشهد مصطفى انا طلعت فوق السطح، انا ما سمعته علي فوق، انطخ قلبي، حسيت اشي انخمع من قلبي لما سمعت رصاصه من فوق، لما طلعش فوق اللي طلعت لقيت ابني مرمي على الارض وشو الدم هيك فعبط على السطوح، امسك في ابني اقول له يا مصطفى مصطفى يا مصطفى يعمل لي بخبخ لي في تمه والدم يدفع ويدي كله مدم من تحت راسه يمه، واخوه متبلى ويلطم يلطم علي صغير يقول لي يمه تخوه لمصطفى يمه تخوه، وارمع من دنيا ما عرفتش حالي كيف نزلت، واقول له حسني ارمع ابنك تخوه من فوق، ويرمى مش ملاقيين حدا يحمله ولا ملاقيين حدا، واليهود كلهم محوطين كل الشارع. اخوي في المنطقه هذيك في طل راسه سمعت صوت طلق، طبعا ارتمى هو هين. طل من الشقه هاي هو على الشارع والجندي قباله طبعا، وبعديها انطخ يعني ونزل هيك زي ما انت شايف. وعلى الفاضي بدوش إلا يطلع يشوف مين اللي بكسر في السيارة، بدوش يطلع من الشباك بده يطلع على السطوح يشوف. له نط من الشباك، لما أجي ينط شلحت البنطلون على الفاضي، على الفاضي مش راضي بدوش إلا يطلع، أنا خايفة عليه قلبي حسسني إنه راح يصير له إشي. لو طلع لسه إحنا بنفتح في الباب لسه، طلع يشوف لسه يشوف مين اللي بكسر في السيارة، احنا بنفتح في الباب ونطلع لقينا سمعنا طلقت عليه وشفناه مرمي على الارض دمه ينزف. قلت له لما شفته هيك قلت له انتو الشهادة، الله الله اعطاني كلمه انه قال له انتو الشهادة، قلت له اشهد انا لله واشهد انا محمد رسول الله، ويطلع فيه ويقول له كانوا اليهود تحت الشباك عندي وانا مش مسترجعه قوي وخايفه طبعا، اللي هو جاي بنت عمي الصبح عند الساعة 2 اجت بتقول مصطفى استشهد، فأنا صرت أصوت وقلت مش عارفة شو بدي أعمل، لبست أوعية وبدي أطلع، لهو الجندي وقفني بقول لي وين رايح، قلت له أخوي الصوب وبدي أروح أشوفه، بقول لي فيش تطلعي، قلت له مشان الله بس بدي أروح أشوف أخوي، منعني إن أنا أطلع وصار يشد فينا يدخلنا جوا، سكر الباب علينا وقعدنا على باب الدار ما خليناش نطلع، قال لي فيش تطلعي تشوفيه، وانا اترجى فيه مشان الله بس خليني اروح اشوفه، ما حدش خليني اشوفه. فتحت باب الدار امي صارت تصوت يا مصي يا هديل يا هديل تعالي شوفي اخوك، فتحت باب الدار لقيت ايدين امي كليتهم دم، شو ماله يما شو ماله، تقول لي اخوك مصطفى انطخ في راسه، هلا بدي انزل مش عارفه انزل اوصل لاخوي مش عارفه، يقولوا لي شوفي اخوك من الشباك مرمي في الشارع مش عارفه انزل. سلفي طبعا سلف النضال اجى بده ينزل عن الدرج، لقى اليهودي واقف على باب الدار صلت يعني عليه انه بده يطخ وضوى عليه يعني، رجع هذا يعني مهموش سلفي، رجع وفتح الشباك كسر الشباك عشان ينزل لاخوي عشان يسعفه، نزلوه يعني ساعه وهم يفتح باب الدار يقول لهم عدوا جوا فيش تطلع، يقول مشان الله في شهيد، يقولوا له فيهم صور مش قابلين يردوا عليهم، بالاخر سلفي رماه برا عشان يسعفوا عشان يردوا عليهم عشان يحن قلبهم الله يهدهم، بس عشان أن قلبهم يحن عليه عشان ينزلوه بالسيارة، أبوي بالآخر حمله ووداه على المستشفى الله لا يبارك لهم. نزلت تحت لقيت اليهود برا على الباب وصرت أصرخ عليهم يعني طخ الشاب، اللي هم أجوا صاروا يقولوا إنه مصطفى استشهد، حملوه في السيارة وكناش نعرف إنه مصطفى استشهد، كنا متأملين يعني أخذنا على المستشفى، هلا وطلعت وراهم أنا وجارنا أخذنا السيارة، وإحنا في نص الطريق هون عند القهوة تقريبا وقفونا اليهود أخذوا منها مفتاح السيارة سألونا فيش تطلع، وقفونا بعد ما تخبوا كلياتهم كأنه إحنا حاملين لهم سلاح ولا حاملين لهم إشي، هم اللي حاملين السلاح هم اللي هم بس هم جبنا، تخبوا كلياتهم منا وبعتوا المفتاح السيارة مع واحد منهم قالوا لنا يلا اطلعوا، وطلعنا على المستشفى والله يكفيك شو شعور الأخت يعني لما نشوف أخوها رصاصة وبين الحياة وبين الموت. ابن سلفي صار يسحب ابني الدم من أول السطح لتحت الجاش الدرج كله دم ينزل، والأواعي كله بتشلح وضل بالكلسون، ونزل تحت رموه على الشارع يا خالتي على الشارع رموه ابني مفيش حد ينقذه ولا حد يعينه، ولما وين لما نزل عشان يموت يستنوا فيه مش قابلين يعطوا حدا مفتاح وصل الولد،
اه والله ما يموت والله خفت انا اطلع فيه مش قادر ارمح بالشارع يا ناس يا عالم خلي حدا يجينهم ان شاء الله ولكم ينقذوهم فيش اصحاب ولا حدا وين وين لما نعطوهم المفاتيح عشان يوصلوا بالمستشفى استنوا لما ينزف عشان يموتوه وطلعوه علي ونرمح وراهم على المستشفى برام الله وين وين لما نطلعوه يمكن صارت الساعة يمكن صارت 11 و 12 لما نقبلوا يطلعوه منين على هداسة ولما خلوه يعني صار اللي صار في هداسة 5 أيام هو مرمي عشان أروح أشوف خالتي غادة وحسس على إيدي وعوي جواموسة مخدودة يما لأمي وهيك وجو صار منفخ مش معروف هو مصطفى وبحوس فيه كل يوم آخر لحظة آخر لحظة لما أجي استشهد مصطفى ونادي عنده بقى يستنى فيه خالتي دقيقة يستنى فيه علي المحصوم مأزم وكلياتهم جابليني مرقونة ولما عبرت عنده أنا وأبوه بقى الجهاز تبع القلب يطلع بالعالي واليوم ما بستنى فيك كأنه بقى يستنى في اللحظة الأخيرة بطلع بوجهه أنا لقيت وجهه صفي كله ومنهم أحمر بوسط من خدوده وعيطله عشان تأخرت عليه نزح دمعته من عينه يا لي ومسح عليا أمسح له عينه يا أمه يا حبيبي يا أمه بتعيط عشان تأخرت عليك يا أمه وما مش عاد تقرأ له القرآن أقرأ له القرآن يقرأ 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 بتمي مش ملحقة وأنا أقرأ له القرآن صارت جسمها الضغط يطلع 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 بعدين أدمع لي صار ينزل 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 لو وقع في السفر أنا وأنا قاعدة بقرأ القرآن بطلع على الجهاز لقيت الجهاز صار صفر بقول له حسني حسني جمال ابني صار رجع حسني حسني جابلي قول لي انه مات ما عرفت انا انه استجد من الصبح مش قادر امسك حالي برخت على الارض الله ما يدويها لحد يا خالد برخت على الارض بسحبني مش قادر انسى الموقف خالتي مرتين اشوف ابني بحالي وباي وخدونا يموت حسبي الله ونعم الوكيل فيهم اللي دووني اياه ان شاء الله بدوه ان شاء الله بدوه حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يوسف لما كان في الهداسه قبل ما يقولوا انه استشهد بالليل نفس الليل ونايم يعيط ويتنفنف طول الليل ويتنفنف ويعيط بعدين مصطفى والعمر بحياته لا رجم ولا انحبس والعمر بحياته انحبس ويوسف قلبه حاسه كأنه قلبه حاسه طول الليل وهو يتنفنف ويزقف طول الليل وهو نايم كان يزقف ويتنفنف مصطفى كان ليلة ما استشهد سهر معي للساعة 12 بالليل عمره في حياته مصطفى لا قعد لل 12 كان في طبيعته يروح ينام الساعة 10 10 ونص يروح ينام ضلوا قاعد معي للساعة 12 بالليل وقاعد ومبسوط ويلاعب ابنه يعني كان شاعر وحاسس انه بده يستشهد مصطفى قبل ما يستشهد مصطفى هو طول عمره يعني بيتمنى الشهادة يعني مرة رحنا ندفن واحدة بتقرب لنا ونام في القبر بقول صوروني انا هيك بكون لما استشهد هيك بدي اكون هيك يعني طول حياته بتمنى الشهادة وربنا اعطاه من كتر ما هو منيح يعني ربنا انال له الشهادة يعني لو بده ربنا يعطيني اياها كان اعطاني اياها الي لان انا كنت معاه جنبه بس ربنا اختار اخوه يعني مصطفى كان شاب رياضي يحب الرياضه ياخذ الشباب والاولاد على النادي يدربهم على الملاكمه شارك في بطوله اكثر من بطوله في فلسطين والبطوله الاخيره اللي شارك فيها اخذ بطوله فلسطين للشباب الحمد لله رب العالمين في عام 2009 وكان مبسوط كثير مبسوط كثير لما اخذها انه انجز كان بالنسبة له إنجاز كبير هذا أحمد زكريا فيالة هو مدرب مصطفى أخوي كانوا في بعد شهرين يعني بطولة فلسطين فكانوا لسه بدهم يبلشوا تمارين عليها ملحقش أخوي يعني لسه كان بداية التمارين بدهم يبلشوا التمارين ملحقش يعني هو قطع التمرين فترة قصيرة فكان يعني بدوش إنه يرجع مستواه يعني فكان على الطلع والناس يعني يتدربين يعني تمارين على الأرض تمارين على السقف يعني بدنا نأخذ جثة مشان نشيع الجثمان إلى متواه الأخير حاول الجيش الإسرائيلي منعنا من أخذ الجثة من الساعة 1:30 لحد الساعة 8:30 حتى أفرجونا عن الجثة بادعاء إنه مصطفى في حال في مجرد منصاب اتصاب
أصدر ضده حكم بالسجن.